عندما كنت سجينا في أحد السجون، كان هناك سجينان يتقربون مني ويسألوني لماذا أنا في السجن. فكنت أقول لهم لا أعلم، لم أفعل شيئا لأسجن، أنا بريء. كان رأسي يؤلمني باستمرار، كانت الشرطة تحقق معي دوما ودون جدوى لأني لا أعلم لما أنا سجين. فكان هناك سجينان اللذان أصبحا أصدقائي يرويان لي قصتيهما. الأول اسمه جاك والثاني سايمون. كان يرويان لي قصة شخص كان سجينا في الزنزانة الأخرى. كان الشخص تاجر مخدرات وكان يسرق المجوهرات والحلي، وكان يسرق ويتنكر بزي رجال الشرطة. كان شجاعا ولا يخاف من أحد، وفي أحد المرات غلبه غروره ودخل يسرق ملفه من مركز رجال الشرطة، ولكن كشف أمره أمام رجال الشرطة فكان يلبس ملابس الشرطة وهو مرتديا درع الصدر، وهذا شيء مخالف للقوانين، وأمسكوا به وادخلوه إلى الغرفة للتحقيق معه. وفجأة اندفع للنافذة وقفز إلى الأسفل. كان المكان عاليا فوقع على رأسه وفقد ذاكرته، ولا أحد يعرف أين يخبئ المجوهرات وثرواته الهائلة. فاستغربت كثيرا من هذه القصة وقلت لجاكي وسايمون أين يختبئ رجاله، فمن المؤكد رجاله يعرفون ثروة زعيمهم. مرت سنوات وأنا داخل الزنزانة، فاستدعاني الضابط لغرفته ودخلت إليها ولم يكن الضابط فيها. نظرت لملفات السجناء فرأيت صورتي على الملف، فتحت الملف واندهشت كثيرا وكاد قلبي أن يتوقف. ما رواه جاكي وسايمون يطابق ما رأيته في الملف الذي عليه صورتي. هل صحيح كانت قصتي؟ وكيف هذا؟ هل أنا سارق ومجرم؟ فلماذا لا أتذكر شيئا؟ دخل الضابط وقال لي هل تذكر شيئا؟ فقلت لا. قال لي الشخصان اللذان معك هل شاهدتهم من قبل؟ فقلت له أنا تعرفت عليهم هنا. خرجت من السجن وذهبت إلى بيتي واسترحت قليلا. الضابط لم يقتنع بخروجي من السجن وكان يراقبني في الليل والنهار. أطلق سراح سايمون، وفي أحد الأيام دهمت الشرطة مخبأ سريا دخل إليه سايمون، وفي اليوم التالي اختفى الزعيم دون أن يترك أثرا. اختفيت من الأنظار دون أن أترك أثرا. إلى هنا انتهت الحلقة. لا تنسوا اشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد على قناة Art of War.